تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نطرح جميع المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، ونفتح لكم قنوات التواصل مع هيئة الصحة بدبي عن طريق إرسال ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي والطبي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. طبعا هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وأيضا تشاركني هذه الحلقة دكتورة ندى الملا. صباح الخير دكتورة. صباحك ورد محمود، حياك الله. دكتورة، أول شيء نحن سعيدين جدا بالتواجد الدائم من قبلك معنا في هذا البرنامج، وإن شاء الله يا رب المستمعين يعني يبتدون تعرفون أكثر على الدكتورة ندى الملا، هي اللي تقدم حتى كذلك الفلرات التلفزيونية الجميلة مع سعيد وسلامة، الشخصيات الكرتونية اللي موجودة عندنا، صح ولا دكتورة؟ صح. طيب أيضا دكتورة سامحيني بس بعرف بفريق عمل معنا في التنسيق ويانا حمد المعيوف، وفي الإعداد فريق قسم الإعلام، وأيضا في الإخراج معنا المبدع الدايم. منو معنا اليوم تعرفينه؟ تذكرني باسمه. محمد الصفار. سامحنا محمد، المرة الجاية إن شاء الله بتذكر. إنزين دكتورة، نبتدي الحلقة اليوم بالإعلان الخاص عن رابط التأمين الصحي. هي محمود، بس بغينا ننوه للمتعاملين عن رابط التأمين الصحي إن هيئة الصحة بدبي قد خصصت موقع لخدمات التأمين الصحي. الموقع هو www.ishd.ae. يمكن لأفراد المجتمع الدخول عليه للتعرف إلى تفاصيل منظومة التأمين والمستهدفين منها في إمارة دبي، وكمان الباقات التأمينية المتوفرة وأي موضوعات أخرى متعلقة بالتأمين. وأيضا ستجدون أعزائي المستمعين إجابات واضحة لاستفساراتكم وتساؤلاتكم. جميل. أيضا دكتورة، قبل ما نتطرق إلى الرسالة الخاصة بالتواصل الاجتماعي، بس نذكر بمنتدى دبي الصحي. هذا المنتدى الذي يقام تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل كتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. غدا إن شاء الله تنطلق فعاليات هذا المنتدى بفندق جراند حياة دبي، المنتدى بتنظيم من هيئة الصحة بدبي. المنتدى سوف يستمر إن شاء الله من 9 و10 يناير الجاري، يعني باكر وبعده، بمشاركة واسعة من العلماء والخبراء والنخب الطبية المتخصصة، وأيضا هذه النخب تم استقطابها من داخل الدولة ومن خارج الدولة، يعني في نخب عالمية بيكونوا موجودين في هذا المنتدى اللي بيجتمعون إن شاء الله لمناقشة جملة من القضايا الصحية المهمة اللي تتصل بمستقبل الابتكار في القطاع الصحي والتحديات العالمية التي تواجه المؤسسات الصحية المسؤولة عن تطوير هذا القطاع الحيوي. ننتقل إلى الرسالة اليومية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل الإعلام وكالات الأنباء إلى وسائل الإعلام الاجتماعي والزميلة أسمى الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أسمى. أخبارك؟ هلا أسمى، شخبارك؟ أسعد الله صباحكم، صباح المستمعين لبرنامج صحة وسعادة.
قبل ما نقول أي شيء أسمى، تعطينا رسالتك اليوم، رسالتك الإيجابية اللي أنا متأكدة الناس تتريى هاي الرسالة الإيجابية من عندك عشان تكمل يومها. مشكورة. رسالتنا اليوم: لا تنتهي الدنيا بالفشل، بل بالتوقف عن الحلم والعمل. اجعل من أي فشل أو عائق خبرة لبداية أكثر قوة نحو النجاح. رسالة جميلة، شو رأيك محمود في رسالة اليوم؟ رسالة جميلة جدا، لأن دائما الواحد ما يسميها فشل على كثر ما يسميها فرص للتحسين. ها اسمه بالضبط. أي بالضبط صح، هي فرصة تحسين، ما نقول فشل، لأن الفشل كلمة كبيرة، احنا كل تجربة نمر فيها نستفيد منها لتجارب قادمة. فخبرينا أسماء، شو عندنا اليوم على صفحات السوشيال ميديا؟ أخبار، تغريدات، تعليقات؟ آخر الأشياء اللي كانت عندنا كان بعدين نرسل اليوم الجدول، الجدول الخاص بالبرنامج العلمي وورش العمل، وأيضا الحديقة التكنولوجية اللي راح يكون في منتدى دبي الصحي. أغلب راح ننشر اليوم عن المنتدى اليوم مباشر واللي عقبه. غير هذا أيضا حطينا رابط لملحق البيان الصحي، يقدرون حتى يحصلون عبر حساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي. وأيضا إن اليوم آخر يوم للتفويض لمبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، اللي نحن يعني مرشحين بفوز فيها لجائزة الجمهور في برنامج حمدان محمد للحكومة الذكية. إذا أنا أضم صوتي لصوتك أسماء، ندعو الجمهور كذلك للتصويت لهذا المشروع، المشروع اللي ساهم حقيقة في دمج ثلاث عيادات في عيادة واحدة، اختصارا للجهد والوقت وأيضا المواعيد على المتعاملين والمرضى. فمبادرة جميلة جدا، نتمنى يعني محمود، هي كانت يعني رحلة المريض كانت من 147 يوم، صارت بس 24 يوم لتشخيص المرض. ممتاز. يعني شوفي كم المدة اللي تم اختصارها، فمبادرة قوية جدا. يعني تصويت الجمهور لمثل هذه المبادرات أكيد يشجع القائمين على ابتكار المزيد من هذه المبادرات اللي بتساهم بشكل أو بآخر في يعني تقديم خدمة مميزة للمتعاملين، ومتعاملين يستهلون أكيد هذه الخدمة المتميزة. ايضا اسماء، ذكرتي انت عن المنتدى، منتدى دبي الصحي. منتدى دبي الصحي طبعا حتكون لنا وقفه كبيره في هذا المنتدى، زين، وبتكون عندنا الكثير من التغطيات لهذا المنتدى. ولكن اسماء، المنتدى كذلك في شغله تخص السوشيال ميديا أو المهتمين بالتواصل الاجتماعي من خلال هذا المنتدى، تخبرينا بس عن مشاركتهم في هذا المنتدى. في إحدى في البرنامج العلمي في جلسة حول التثقيف الصحي في وسائل الإعلام الاجتماعي، وفيها اثنين من الأطباء، دكتور أحمد عبد الملك وأيضا دكتور أنور الحمادي، وهم من الأطباء المؤثرين في قنوات التواصل الاجتماعي. دكتور أحمد من دولة الكويت الشقيقة، ودكتور أنور الحمادي من دولة الإمارات. يتكلمون عن وجود الأطباء وتثقيفهم الصحي وتوصيل المعلومة عبر قنوات التواصل الاجتماعي. طبعا دكتور أنور الحمادي احنا نحييه من منبرنا هذا، وطبعا هو ناشط جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، ووايد من الناس استفادوا منه ومن خبرته ومن معلوماته اللي يعطيها عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي. مشكورة يا أسماء على رسالتك اليوم، وإن شاء الله نشوفك باكر في منتدى دبي الصحي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أسماء كانت تتحدث عن رابط البيان الصحي. البيان الصحي مستمعين اللي حاب يطلع على هذا، يعني أنا أسميه كنز من المعلومات والأخبار الصحية. صحيح. هو ملحق يرافق البيان، صحيفة البيان، كل يوم أحد. طبعا هو يقام أو ينجز بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، اللي يبغي يتعرف على آخر الأخبار الخاصة بهذا الملحق في العديد من المقالات والدراسات والنصائح الغذائية والطبية وغيرها من الأخبار. أيضا قبل أن نطلع الفاصل، بس إذا ما نذكر هذه الدراسة، يعني يقول لك القطط بدأت نقل إنفلونزا الطيور إلى البشر. كيف؟ أصيبة طبيب بيطري أمريكي بإنفلونزا الطيور من سلالة H7N2، حيث انتقلت العدوى إليه من هرة
واحدة من عشرات الهرر وعدة من عدد من الحيوانات المريضة التي عاشت في مأوى لحيوانات منزلية في نيويورك. وطبعا هذه هي الحالة الأولى لانتقال هذا الفيروس إلى الإنسان من هذا النوع من الثدييات. فحص أطباء يعني من ذلك المركز 162 شخص من القائمين عليه والمتطوعين الذين اعتنوا بالحيوانات المصابة بإنفلونزا الطيور، وظهرت أعراض مرضية خفيفة لدى طبيب بيطري واحد فقط على الرغم من عدم وجود دلائل أخرى. دعا ممثلو من قسم الصحة العامة في نيويورك سكان المدينة لمراقبة صحة القطط التي تعيش في منازلهم. طبعا محمود أنا متأكدة وايد ناس حم يسمعون الخبر يعني ممكن يقول يخافون لأن وايد يربون قطط في بيوتهم، فإحنا نحب نقول إن هذه دراسة يعني بسيطة صارت في نيويورك وحالة واحدة فقط. فهو فقط شو مفروض إحنا نسوي الحين مثل ما قالوا في نيويورك طلبوا من الناس إنهم يراقبون صحة القطط. نفس الشيء هني إذا إحنا عندنا قطط نربيهم في البيت أو دائما نقول أي حيوان أليف عندنا في البيت ما نهمله، مثل ما إحنا نهتم بصحتنا حتى الحيوان الأليف اللي عندنا في البيت تظهر عليه أي أعراض زكام مو بنشيط الخمول أي أعراض على حيوان الأليف لازم أوديه إلى البيطري. أنا جبت قطوة في البيت فترة من الفترات حطيتها عندي في البيت، طبعا الوالدة شلتها ما يحبون الأمهات ما يحبون القطاوة، قالت لي أنا يجيب لي عنزة يجيب لي هوش يجيب لي بوش حط لي قطوة في البيت شبابها هاي تنقل أمراض وتسوي وكذا. المهم عطيتها تعرفون عطيتها الشيخ وسيم يوسف خذاي حلي وتوهق فيها. عموما ما نطلع فاصل وبعد الفاصل شو بنسوي؟ بنرجع لفقراتنا الحلوة بعد هذا الفاصل إن شاء الله. يلا فاصل وراجعين. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. يلا دكتورة. الله يحييك يا محمود. دكتورة طبعا نحن في انتظار بس الفقرة مالتنا تجهز لأن كان مفروض يكون معنا ضيف حاليا على المداخلة، لكن سبحان الله أحيانا تحصل هذا الموضوع. لكن دكتورة اليوم يعني رجعوا الطلبة للمدارس وفي هذه الفترة أيضا في مجموعة يعني مع تقلبات الجو يعني تدخل بعض الشغلات اللي الواحد يصاب فيها مثل الحساسية مثل السكام الكحة وايد منتشرة. اي فخلينا نتكلم شوية عن هذه المواضيع. اول شيء نتكلم عن الحساسية. طبعا مواضيع السكام والكحة ناقشناها اكثر عن مرة، بس الحساسية موضوع وايد مهم خصوصا مثل ما قلت تقلبات الطقس الحين الناس كلها مريضة وكلها تعبانة والحساسية تنشط. في وايد امهات يسألون يقولون ليش في هذا الموسم تكثر امراض الحساسية، يعني عنده ربو ينشط عنده الربو حساسية الأنف ينشط عنده. السبب إنه في هذا الجو في هالفترة من الموسم يكون الجو عندنا جاف. الجو الجاف هذا يسوي تهيج للأغشية المخاطية اللي عندنا في الأنف وفي القصبات، بالتالي يهيج عندنا التحسس. الحساسية في وايد أنواع، في حساسية الصدر اللي حنسميها الربو، في حساسية الأنف، في حساسية عندنا في الجلد، كل هذه تنشط في هذا الموسم مع جفاف الجو. فوجود الرطوبة احنا عندنا نعمة احنا ما نحس فيها وايد، ان الجو عندنا يكون رطب طول السنة يقلل الإصابة بالحساسية مع الجفاف اللي يكون مع الشتاء زائد جفاف اللي يجينا من القعدة في المكيف فترة طويلة تنشط الحساسيات. زين دكتورة أين هنالك يعني في ناس عندهم حساسية من الأكل أو من بعض الأشياء اللي يشربونها؟ صحيح صحيح، حساسية الأكل بعد موجودة، بس أنا أقول لك أخوي محمود في حساسية الأكل في وايد مفاهيم خاطئة. مثل ما قلنا قبل إذا واحد مثلا كلا شيء اليوم وتكرم ياله شيء إسهال خفيف أو يعبطن قال أنا عندي حساسية منه، بس حساسية الأكل أبدا ما تعني هذا، هي عبارة عن تشخيص يعتمد على تاريخ طويل. يعني ما في شخص بالعادة من مرة أو مرتين أو من يعني فترة قريبة بيقول لك من أسبوع لقيتني حساسية أكل، هاي يكون أشياء مبنية من سنين من هو صغير عندها الحساسية وتكبر معه. فأنا أقول للناس دائما المرضى اللي يجون العيادة يقولون دكتورة أنا كيف أعرف عندي حساسية من أكل معين ولا لا؟ إذا أنت شاك أن عندك حساسية من أي نوع من أنواع الأطعمة دائما حط لك أجندة
واكتب فيها اللي اكلته اليوم بالتفصيل. يعني ممكن حتى السلطه اقولهم اكتبوا مكونات السلطه، لانه ممكن تكون عندك حساسيه من نوع من الخضروات اللي موجوده في هذه السلطه، اكتبوا كل شيء. بعدين يدكم اعراض افترضتوا انها اعراض حساسيه، شو نسوي ثاني يوم؟ نبدا نفصل مكون مكون، يعني باكل السلطه ما بحط فيها المكونات الثلاثه، بحط مكون واحد فقط عشان اشوف هالمكون هل راح يسوي لي نفس الاعراض ولا لا. اذا ما سوى لي احط يمه صح وابدا اليوم الثاني بالمكون اللي بعده وهكذا. زين، اعراض الحساسيه شو هي بالضبط؟ اعراض الحساسيه تختلف من الحساسيه الخفيفه للحساسيه الشديده. الخفيفه ممكن تكون حكه شويه في الجسم، سيلان في الانف، حرقه في العين، كحه خفيفه. الحساسيه الاشد اللي يكون فيه ورم في ورمه في الجسم واحمرار وحكه شديده، وحتى في ناس تجيب نوبات الربو، فهذه هي علامات الحساسيه. زين، اتذكر دكتور بسام ابو مره قال لي في حساسيه البعوض، يمكن في ناس عندهم حساسيه من الحشرات، هي من البعوض، من قرصة البعوض، من قرصة النمل، وايد ناس عندهم. زين، هذه يبالنا بعد نتكلم عنها دكتورة. يعني فاحنا يعني مقصنا البعوض او النملة يعني او تقرصنا ممكن يسوي احمرار خفيف ويروح، في ناس يورم جسمهم بكامل ويدخلون، ممكن يؤدي الى الوفاة. ممكن يؤدي الى الوفاة اذا كان الحساسية عندهم شديدة، ممكن يسوي حتى نوبة ربو شديدة. زين، الحين مثلا اذا ما نتكلم عن اسباب وعوامل خطر الحساسية على الانسان، الأسباب مثل ما قلنا، واحد أفضل طريق عشان تعرف أنت شو مسببات الحساسية، دائما إذا أنت إنسان عرضة للحساسية، يعني في ناس موسميا أو كل 3-4 شهور تيوم عرضة للحساسية، هو سيلان الأنف، الحكة في العين والكحة، فدائما حطوا معاكم دفتر واكتبوا فيه لما جتكم نوبة الحساسية شو استوى قبلها على طول، لأن نوبة الحساسية ما تطول، يعني ما يستوي تاخذ شيء اليوم باكر نوبة الحساسية، بالعادة تيجي خلال ساعتين أو ثلاث. بس هذا صعب دكتورة، حد يقعد يسويه ويكتب ويسجل، يعني أحيانا واحد عنده شغل وهذا بعد ما يكتب ويسجل. اكتبوا في التليفون، أسهل طريقة. أنا حتى واحدة من مريضاتي كانت مسوي تقول أسجل بالفيديو، أسجل بالفيديو صوتي وإن أنا أكلت اليوم شيء أو تعرضت لشيء. فشو نسوي في حالة الحساسية؟ طبعا هذا مثل ما قلنا الحساسية الخفيفة. الحين تدرين شو يسوون دكتورة؟ يرجعون حق الانستغرام، أكيد مصورين الأكل. إيه صورنا الوجبة الكنافة نعرف شو السبب لنا الحساسية. طبعا ما شاء الله الحين ما في حد ما يصور محمود، كل حد قلاصة شاي يتصور الحين، يعني فالناس تصور كل شيء، فما في شيء يفوت يعني يفوت على الشخص. فشو نسوي في حالة الحساسية؟ الحساسية الخفيفة إذا أنتم متعودين هالحساسية الخفيفة تيكم من فترة فترة، بالعادة تلاقي الطبيب عطاكم الأدوية كريم حبة، ولكن إذا شفتوا الحساسية زادت، صار بداية نوبة ربو يعني ضيق في التنفس أو حكة في كامل الجسم، لازم يزورون العيادة عشان نعطيهم إبرة تخفف الحساسية. طيب الآن بالنسبة للأطفال دكتورة، خلينا نتكلم الحساسية عند الأطفال، كيف الأهالي ممكن أن يكتشفونها وكيف أنه ممكن يتعاملون معها؟ طبعا حساسية الأطفال شو أنواعها هي؟ يعني في أنواع لها ولا هي نفس؟ هي نفس الحساسية تكون بالكبار، ولكن شو اللي يستوي في حالة الأطفال؟ الطفل تلاقي يكون منزعج أكثر من الكبير، يعني الكبار لو جتنا حساسية خفيفة يعني مثل يقول نقدر نمشي نفسنا، بس ولكن الطفل جت لأي حساسية ما يعرف يتحكم في نفسه، فتلاقي يهرش وايد، يحك المكان وايد، بالتالي ممكن يورم المكان، ممكن يلتهب المكان. فاحنا دائما نقول للأمهات اعرفي دائما شو مسبب، احنا دائما نعيد نفس الكلام، الحساسية لازم تعرف المسبب، اذا عرفت المسبب الوقاية جدا سهلة. مثلا في اطفال دائما نقول للأمهات ترى بالعادة الطيور مسببة للحساسية، هذا شيء مفروغ منه. فاذا الطفل تجي له دائما مثلا دائما تجي له كحة، زكام، دائما عنده حكة في الجسم، دائما تلاقينا يحكك، لاحظي شو عندك في البيت. معظمهم يلاقون عندهم حيوانات مربايه في البيت، الطيور خصوصا الريش ماله جدا محسس، والقطط ايضا. احنا كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع الحيوانات اللي في البيت وكذا، فالواحد افضل انه ما يربي حيوانات في البيت. هو صعب يعني الحيوانات تطفي جو على البيت اكيد، يعني وجود الطيور او الارانب او القطط تطفي جو، ولكن انا اقول لك محمود ممكن الناس تحسس، في وايد اطفال عندهم حيوانات البيت ولكن ما يتحسسون، يعتمد على الطفل. فاذا الام لاحظت ان الطفل، في اطفال ثيون العياده دائما تلاقي في الشهر مرتين وثلاث مرات يلا كحه وزكام وخشمه يبي يصب وعينه تحكك ودموع وتحس ان ام هو تعبان، فهذه يكون عنده حساسيه من الحيوان اللي عنده في البيت. في اطفال ما يكون عندهم اي اعراض، بالعكس يعيشوا مع الحيوانات عادي، ممكن يستوعبهم حساسيه فقط خفيفه في الجلد. فالام تراقب، اذا الولد هي حساسيه الافضل
نشل الحيوان من البيت. طيب نحن نذكر المستمعين بأرقام التواصل معنا 600551414، هذا بالنسبة للتواصل. رسالة نصية كم دكتورة؟ 4006. اللي عنده أي استفسار أو عنده أي ملاحظة ممكن يتواصل معنا بشكل مباشر. أيضا دكتورة بالعودة إلى موضوع الحساسية، شو ممكن نقول كوقاية بالنسبة للأطفال؟ بالنسبة للأطفال طبعا أول شيء نقول الأمهات ليس كل احمرار في الجلد يعتبر حساسية عند الطفل. ثانيا لازم الأم تكون عارفة شو مسببات الحساسية عند الطفل، هل هو أكل، هل هو حشرات، هل هو غبار، هل هو حيوان معين، لازم الأم تكون عارفة. رقم ثلاثة، بحالة الحساسية الشديدة اللي تكون تأثر على نفس الطفل ويسوي له ممكن نوبة ربو شديدة، في هناك إبر تنباع في الخارج بوصفة من الطبيب تنعطى في حالة الحساسية الشديدة فقط. في أمهات وايد أطفالهم عندهم ربو عادي وبتقول لك دكتورة اكتبي لي هالإبرة أخذها من برا، هي إبرة اسمها إبرة إبنفرين، يتنعطى في حالة الحساسية الشديدة فقط. فأنا دائما أقول أمهات لا تأخذونها إلا بوصفة طبية، لأن تنعطى فقط في حالات محددة. الحالات العادية ممكن تعطي أدوية أدوية الزكام المعروفة اللي تنعطى دائما للأطفال، تنعطى للطفل تساعد في حالة الحساسية الخفيفة. بس إذا الأم شكت إن الطفل تعبان أكثر هالمرة، الحساسية زادت، لازم تجيب العيادة نفحصها ونحدد العلاج. أحلى شيء في أطباء الأسرة أن الواحد ممكن يسألهم عن كل شيء، عن كل شيء. أيوه. عيون، أنف، حنجرة، جلدية، كل شيء، كل شيء. عشان تيح لما نتكلم عن حساسية الجلد شوية دكتورة، هي حساسية الجلد لعلمك شعب الإماراتي معظم عنده حساسية في الجلد، وايد نسبة كبيرة عندنا. الله بشرت بالخير. لحن بنقول ليش، عشان ما يقولون دكتور ندد يعني تخوف الناس، بس ليش عندنا حساسية الجلد أو مصطلح الثاني احتمال الناس تعرف اسم الإكزيما. إكزيما. إنزين ليش يا جماعة إحنا عندنا حساسية جلد شديدة؟ إحنا صيفا دائما قاعدين في المكيف، هو المكيف جدا جدا جاف، يشل الرطوبة الطبيعية عن جلودنا، فبالتالي شو يستوي؟ هل زالت الرطوبة عن الجلد يعني تقول تشل الطبقة الواقية للجلد عندنا، فبالتالي نكون عرضة للحساسية أكثر، الجلد يكون جاف. دائما الحساسية مرتبطة بجفاف الجلد، في الشتاء جونا اوريدي جاف دائما في الشتاء، فعشان شي كنا نقول ان نزيد الحساسية مرة ثانية. فليش احنا عندنا حساسية جلد وايدة؟ لان المكيف يشل الرطوبة الطبيعية. شو العلاج؟ أكيد محمود بيقول يا حن. لا بعد الفاصل بسألت عن العلاج وبسألت عن جهود هيئة الصحة بدبي في يعني التوعية بمثل هذه الأمراض. أيضا نذكر بأرقام التواصل معنا الدكتورة، إذا حضر رقم قولي 600551414، والرسائل النصية على 4006 4006. وفاصل وراجع إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا نتكلم مع الدكتورة ندى الملا عن موضوع الحساسية بشكل عام، وعندنا الدكتورة إذا تسمحين لناخذ مداخلتين وراء بعض. أول شيء بناخذ أبو علي، تفضل يا أبو علي. يا هلا. السلام عليكم. يا هلا يا هلا، يعطيكم ألف عافية، مشكورين على البرنامج. الله يعافيك دكتورة. استفسار لو سمحتي بعد إذنك. تفضل. تسلمين يا رب. دكتورة أنا عندي، كنت من الأشخاص المدخنين طبعا شيشة للأسف الشديد. الفترة هاي طبعا كثير مخفف، يعني بالأسبوع ممكن مرة مرتين، مش أكثر. ممتاز ممتاز. زين بس بصراحة عندي أنا يوم أتنفس عطر سيجارة أو أي شيء أحس بتحسس بصدري من القصب الهوائية يمكن، أو من الرواية ما أدري بالضبط، بتأذيك من العطورات، من السيجارة، من أي واحد يقول عدالي دخل هوائيتي. هي طبعا أخوي مثل ما أنت وصفته هو عبارة عن تحسس، أنت عندك حساسية. طبعا تدخين السيجارة أو الشيش الفترة طويلة يسوي حساسية. المشكلة شو يستوي المدخن خلال فترة تدخينه؟ بالعادة ما تستوي، ما يحس بعرض الحساسية وايد، يكون مثل ما نقول متعود عليها. بعد ما يخفف أو يوقف السيجارة أو التدخين أو الشيشة تبدأ أعراض التحسس تكون عنده أوضح، ويبدأ يتحسس من كل شيء. أنا أفضل لو تزور أقرب مركز صحي ناخذ تاريخ كامل عن الحساسية وأعراضها ونكتبك العلاج، وإن شاء الله علاجه بسيط. وألف سلام عليك. رحم الله والدين. شكرا. أي مركز يعني أراجع بس. أنت على أي مركز تابع يا أبو علي؟ أصلا أنا وافد يعني، بس ما أدري أي مركز.
انت مركز صحي ولا اي مركز صحي انت اقرب منطقه يعني منطقه سكنيه انت موجود فيها؟ نعم في عجمان انا ساكن في منطقه الحميديه. طيب نحن الامارات الشماليه احيانا يوني يراجعونا كانوا في القصيص ما ادري وين حولوا في المزهر او في عياده الممزر تتواصل مع العيادتين وتسال ايوه اروح الممزه انا قريب علي الممزه مكتب في النهده انا ممتاز ممتاز شكرا يا ابو علي ناخذ خليفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اول بادي يسعدني ويشرفني اني اقدم صحه وسعاده هاي لكم انتم شخصيا جزاك الله خير اساس انكم تقدمون لنا المزيد وثاني شيء عندي اقتراح على صحه وسلامه انه يدرس المدارس بدايه من الاطفال الابتعاد عن مثلا القطط والطيور أنا عندي صراحة عندي ثلاث قطط شيرازية في البيت وعندي طيور كلها شعر يعني تلاقي حتى الكنبة أعتقد في البيت مغطى كله شعر بس الحمد لله يشلون العيال يعني يلعبون من الحمد لله رب العالمين لا من الطيور ولا من الطاول ما في حساسية الحمد لله ما شاء الله ممتاز ممتاز بس والله خوفتوني أول ما سمعت الموضوع حساسية هذه القطط قلت بشلهم والله بوزع من اليوم زين اقول لك شوف الشيخ وسيم يوسف يمكن ياخذ وسيم يوسف اجتمعت فيه اكثر من مره بس بقول اعطيني القطوه اللي عندك اللي يدوك اياها تراها القطوه هي مالت محمود اصلا واعطنها الشيخ وسيم يوسف زين خليل عندك سؤال خليل شيء ولا بس هذه المداخله والله برنامجكم طيب جزاكم الله خير والله استمتعنا فيه ولكن يعني صراحة تروعنا من الأمور طيبة طالما العيال ما فيهم شيء وانتو مرتاحين مثل ما قلنا في أطفال ما فيهم حساسية فما في داعي تخاف إن شاء الله جزاك الله خير دكتورة طمنتينا قلتي حالة وحدة والحالة هذه بعيد يعني عنها الحمد لله مش موجودة قريبة الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير يا الله يحفظكم وعليكم الصحة والعافية في بعد مداخلة عندنا خلاص دكتورة بس نتكلم عن يعني جهود هيئة الصحة في هذا المجال شو اللي تقدمه الهيئة بالنسبة لأطباء الأسرة ولا المراكز الصحية في موضوع الحساسية طبعا مثل ما قلت أنت أول شيء محمود أن طبيب العائلة هو مرجعكم الأول في جميع الحالات حالات الحساسية أي أمراض ثانية أي أعراض ثانية فإحنا دائما نقول العيادات دائما مفتوحة أطباء العائلة دائما يرحبون بجميع تساؤلاتكم احنا موجودين لخدمتكم في الأول وفي الأخير في موضوع الحساسية دائما مثل ما قلت أول شيء المرجع طبيب الأسرة طبيب الأسرة يقيم الحالة ويوصف العلاج ويطلب له بعض التحاليل إذا لقى أنه ما في تحسن أبدا في حالة المريض مع العلاج مع المتابعة المستمرة يتم تحويل العيادات متخصصة للحساسية في المستشفيات موجودة ولكن لا يوجد في قطاع الرعاية الصحية الأولية حاليا إن شاء الله ممكن نضيفها في المستقبل ولكن مثل ما قلنا دم التعالي الطبيب يبال ما شاء الله الحساسية عندنا يبال عيادة جميل دكتور نحن ننتقل لموضوع آخر وموضوع يعني جوائز أو جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2016 يعني هذا تقوم به مركز نموذج دبي للخدمات قبل شوية تم تسليم هيئة الصحة بدبي يعني عدة جوائز أو تكريم صار في عدد من الفئات اللي فازت بها الهيئة في مستشفى راشد نحن نتحدث عن هذه الجوائز وفئاتها وشو اللي صار بالتحديد في هذا التكريم مع الدكتور فيصل البدري استشاري ورئيس أقسام الجراحة العامة بمستشفى راشد صبحك الله بالخير دكتور مرحبا شيخي كيف الحال الله دكتور حياك الله مرحبا الله يخليكم الله يسلمكم طول عمرك دكتور اول شيء خبرنا عطنا فكره عامه عن هذا التكريم وشو اللي صار عندكم في مستشفى راشد طال عمرك التكريم او بتكلم عن تكريم او جائزه الحكومتيه اللي استلمناها للقسم اللي اقول العياده اللي فتحناها العياده الجديده اللي هي الوحيده يمكن على مستوى الدوله لو مو في المنطقه الله يسلمك العيادة هاي أسسناها في شهر 10 2015 اللي كنا نشوف أن المرضى اللي يشتكون من الأورام في الجهاز الهضمي من أول ما ينشافون في العيادات الخارجية يأخذون مواعيد في العيادات التخصصية مثلا عيادة الأورام عيادة الجراحة العامة وعيادة المناظير وكل عيادة عندها الويتينج ليست فالمريض كان يتأخر في العلاج أو الظروف كانت تخليه انه
أن يتأخر لما يوصل لوقت العملية أو وقت العلاج بالكيماوي. فالفترة الزمنية كانت تقريبا 147 يوم. فاللي سوينا أنه وهذا اقتراح يعني أو طلعت من عندنا نحن أنه نيد ثلاث استشاريين من الثلاث اختصاصات هاي نخليهم في عيادة واحدة في غرفة واحدة في نفس اليوم. يعني المريض يحضر يشوف قدامه ثلاث دكاترة من ثلاث اختصاصات مختلفة. جميل. يناقشون الخطة العلاجية. وقللنا مدة الانتظار من 147 أو 150 يوم ل 21 يوم. جميل دكتور فيصل، يعني هي مبادرة ممتازة. وغير هالشيء المرضى اللي يراجعون سوينا لهم waiting area، مكان الانتظار يعني خاص بهم، هم اللي عندهم نفس المشاكل. يعني لما المريض يدخل يشوف انه ثلاثة أربعة يالسين اللي مسوي العملية، أو واحد يتري العملية وثالث يتري التشخيص، فيدور مثل نقاش بينهم، وهالشيء يريح المرضى نفسيا. صحيح، مثل كوميتي سويتهم بينهم يعني. exactly. وغير هذا المشكلة اللي دائما نسمع عنها في البلاد، ان المريض يقول والله الدكتور فلاني قال شي لكن الدكتور الثاني قال كذا. هني خلاص حلينا المشكلة هاي، ان ثلاث دكاترة موجودين في نفس المكان والنقاش يدور مع مريض. دكتور انت اثرت هني نقطة وايد مهمة بالنسبة لي، ان بالفعل نحن في المدارس ولا في المجتمع نسمع هذا، يقول الدكتور قال كذا والدكتور قال كذا والدكتور قال كذا. الان هي القضية مو بان هذا غلط ولا هذا غلط ولا هذا غلط. صح. كل واحد شخص من باب التخصص ماله، من باب الرؤية ماله كطبيب. فهذه شغلة وايد مهمة، والحمد لله عالجتوها انتم في هذا. يعني المشكلة وين الله يسلم؟ انا ما اقول والله الغلط او الغلطة من المريض او من الدكتور. يعني الدكاترة اوقات يعني تشوف الدكتور مثلا اسلوبه غير، ما يقدر يوصل المعلومة للمريض. صحيح صحيح. في المقابل اوقات تشوف مرضى مثلا ما يستوعبون الدكتور شو يالس يقول. صحيح. فهني حلينا المشكلة، ثلاثة يالسين يتكلمون اوكي، وطبعا يعني يناقشونه باسلوب على اساس انه المريض يفهم شو المشكله وكيف يكون العلاج. جميل جدا. وطبعا الثلاث دكاتره يعني بيتناولون موضوع من جميع محاوره، بالتالي المريض يطلع وهو فاهم موضوع من كافه المحاور، ما يضطر يتري موعد الا بعده، عشان لو عنده الحين جزء من المعلومه من هالطبيب يضطر يتري موعد الا بعده عشان حد يكمل الصوره. فهذه مبادره جدا جميله دكتور فيصل. يعني والنقاش بعد مو فقط مع المريض، النقاش حتى يتم بين الثلاث دكاتره. مثلا في بعض الحالات اوكي تستدعي انه والله نسوي العمليه اول شيء، بعض الحالات لا لازم العلاج الكيماوي نفسي اول شيء او الاشعه وطريقه الفحوصات اللي تسويها، الفحوصات ام ار اي ولا سي تي سكان او بيت سكان وهالاشياء هاي. فالنقاش يدور كل مع المريض في حضور المريض، حتى الدكاتره يقين يتناقشون وات ذا بيست. يعني ممتاز ممتاز. دكتور أنتوا ترشحتوا إلى جائزة الجمهور عن هذه الفئة في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. طبعا مثل هذه البرامج تحفز وتعزز روح التنافس الإيجابي بين الدوائر الحكومية، وأيضا ترتقي بالخدمات بالمتعاملين مثل ما ذكرنا في مثل هذه المبادرة. الآن شو شعوركم أنتوا وشو الأشياء اللي ممكن أضافت لكم أو أضاف لكم هذا الترشيح؟ أول شيء يعني زيارة الشيخ حمدان يطول لي في عمره. أمين. على المنصة هناك، ويوم سمع لنا أو سمع السبيتش اللي قدمته أوكي، والفكرة عيبته طبعا أوكي، هذا بروحه يعني تشجيع، ويالسين نفكر كيف نطبق الفكرة هاي في اختصاصات تانية. ممتاز. بالفعل يعني طبقنا الفكرة في عيادة جراحة السمنة. الناس اللي يعانون من السمنة لازم ينشافون من أكثر من تخصص. اكزاكتلي. أخصائي باطني، السيكولوجيست، التخدير، التجميل، التغذية. سوينا كل الاختصاصات هاي موجودة في نفس اليوم، على اساس انه يعني مثل ما تعرفون شخص مثلا يعاني من السمنه وعباله بالنسبه له يجي المستشفى مره ومرتين وثلاث واربع، لا وان ستيشن يروح يشوف الاختصاصات ويروح يسوي الفحوصات ويرد مره ثانيه على اساس انه يحددون له العلاج. ممتاز. يعني وفي اختصاصات ثانيه ممكن نطبق مثلا يعني فكره الفيزيوثيرابي، اعاده التاهيل مع جماعه الكسور، هاي بعد الفكره حين يالسين الناقه كيف
كيف نطبقها. وان شاء الله تطبقونا دكتور بشكل قريب، وان شاء الله اكيد ما دام فيها فايده للمتعامل اكيد يعني المساله بتكون ان شاء الله يعني بشكل او باخر تحقق السعاده للمتعامل، وهو الهدف اللي نحن نسعى له دائما. دكتور فيصل عندك كلمه اخيره تبغى توجهها قبل أن نختم معك؟ اي طول في عمرك، يعني نحن موجودين هنا ولا عنده اي مشاكل نحن حاضرين، والعياده ما شاء الله عليها شغاله الحين والحمد لله، يعني جالستينا حالات مو بس من دبي، حتى من الامارات الثانيه وحتى من الخاص. نتمنى لكم يعني ان شاء الله التوفيق. الفرحه ان 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 العياده هاي نجحت صراحه اقول لك يعني الفرحه ما تنوصف، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عموما كان جهود الناس اللي معانا في المستشفى وفي الهيئه، وطبعا جهود المسؤولين اللي موجودين. جميل. الله يحفظهم. جميل. الله يسلمك دكتور فيصل البدري استشاري ورئيس اقسام الجرحى العامه في مستشفى راشد، كان معنا عبر الهاتف. شكرا لك دكتور. ايضا دكتور ندى الحين في بدايه الحلقه نوهنا الى منتدى دبي الصحي، هذا المنتدى اللي فيه العديد من المواضيع والنقاشات اللي بتستمر على مدى يومين وبينطلق غدا إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا هذا المنتدى برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومعنا الدكتور محمد الرضا بيكلمنا أكثر عن هذا المنتدى. صبحك الله بالخير دكتور. صباح النور بيوسف. يعني بدأ العد التنازلي بإذن الله. إن شاء الله باكر وأنتم بتكونوا معانا متواجدين أيضا إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. دكتور طبعا إحنا استضفناك من قبل وكلمتنا بإسهاب عن منتدى دبي الصحي، بس لأهمية هذا المنتدى إحنا أولا نحب نشجع الكل إن هم بعد ما سجل يسجلون في المنتدى، لأن خلينا نقول هو حدث كبير. أول شيء عندكم دبي. عندكم أماكن دكتور يسجلون ولا بعدكم ولا خلاص تويت فل؟ عندنا في أماكن. طريق البرنامج أيضا بيكون ضيفنا وبيشرفنا. ممتاز ممتاز. فاحنا هاي دعوة للجميع اللي ما سجل انه يسجل في منتدى دبي الصحي. انزين دكتور محمد، لو ممكن تكلمنا عن فكرة المنتدى للناس اللي ما سمعوا من قبل او ما كانوا متابعينا وما عندهم خلفية كبيرة عن المنتدى. بإذن الله. طبعا المنتدى يعتبر إضافة إلى القطاع الصحي في إمارة دبي وفي الدولة ككل. معنات يعني أن هيئة الصحة تخلق منتدى جديد، طبعا مش جديد عن الهيئة، عندنا نحن مؤتمرات كثيرة متخصصية سواء كانت في القلب أو في طب العيون أو إلى آخره، ولكن تظل متخصصة. منتدى دبي الصحي بيكون منتدى حديث من نوع جديد في فكرة، بيركز أكثر شيء على ريادة الفكر أو thought leadership. الثوت ليدرشيب اليوم يقولنا أن نحن يجب أن نستشعر في المستقبل شو الخطوات الجاية اللي مشرف عليها العالم بالنسبة للقطاع الصحي، هل ممكن نحن نمسكها من اليوم ونطبقها؟ الـ 3D printing أو الطباعة ثلاثية الأبعاد قبل 10 سنوات كانت يمكن في الخيال، اليوم مطبقة. الـ 3D printing طبعا الناس اللي يمكن ما تابعوا من قبل عنها تقنية دكتور، بس أقاطع كلامك بالخير، إنه في بيكون مثل ثورة في مجال حتى زراعة الأعضاء، إنه ممكن تساعد في تعويض الأطراف المبتورة من الناس. صحيح؟ صحيح هذا الكلام صحيح، إذا استخدمنا البايو إنك أو إذا استخدمنا الخلايا الجذعية في طباعة الـ 3D printing. ممتاز ممتاز. مستوى الحضور وأبرز الوزراء اللي أكدوا حضورهم لهذا المنتدى دكتور؟ نعم، عندنا من الوزراء وزير الصحة لدولة الإمارات، وزير الصحة السابق لقطر، وزير الصحة العماني أيضا موجود في جلسة وزارية خاصة تكون من أهم الجلسات في اليوم الأول، تكلم عن أبرز التحديات والفرص على مستوى المنطقة. طبعا نحن يعني متشوقين إلى كلام الوزراء، متشوقين إلى أن نعرف كيف يفكرون اليوم في الصحة. بالنسبة لهم الصحة صحيح هي واجب وطني، لكن عندهم في مخهم اليوم أجندة معينة بحيث أنهم هم أهم شيء وقاية المجتمع وصحة المجتمع. ونحن اليوم نضيف دولة الإمارات سعادة الشخص، فكيف اليوم عندك الوزراء قاعدين أمامك تتعلم منهم تسمع منهم مباشرة أبرز التحديات وأبرز الفرص الموجودة؟ وطبعا هم يعطونا خلاصة خبرتهم وتجاربهم، لأن طبعا الوزراء كانوا في مناصبهم مدة طويلة وواجهوا كثير من التحديات، فلما تجيبهم في مثل هذه المنتديات فهو يعطيك خلاصة تجربة اللي هو مر فيها، وبالتالي يساعد الناس أن يعرفهم يعرفون شو الجديد، شو خلاصة تجاربهم، كيف مثل ما تفضلت دكتور أنك كيف يواجهون التحديات المستقبلية في مجال الصحة.
بالتأكيد. وإحنا أيضا اليوم يعني المتحدثين من العالم سواء أو المحليين أيضا ما بيبقلون علينا بتجاربهم بخضاصة تجاربهم أيضا. شخصيا أنا أتمنى أحضر كل الجلسات وأسمع وأتعلم منهم وأستفيد منهم. الحضور أيضا أنا متأكد اليوم كثير منهم يتوق أنه يسمع للشخصيات المدعوة بحيث أنه ما وصلوا إلى وين ما وصلوا اليوم يعني عن طريق الصدفة، لا، نتيجة خبرات، نتيجة أعمال، نتيجة خطط، نتيجة استراتيجيات وصلوا لها. وما يخفى عليكم نحن استراتيجيتنا اليوم في هيئة الصحة في دبي استراتيجية الصحة 2021 تم إطلاقها في 2016. فأيضا ما يمنع أن نحن نشوف شو أهم التجارب اللي موجودة عندهم في العالم بحيث أن نحن نتبنى. على طاري أهم التجارب دكتور، يعني خلنا نتكلم عن عدد الجلسات وأهم الجلسات اللي ممكن واحد يعني ينظر لها بعين الاعتبار في هذا المنتدى. أكيد هي كلها مهمة أهم يعني، بس نحن أهم الجلسات طال عمرك طباعة ثلاثية الأبعاد. أي لازم تبى تقدمها. إنزين دكتور. عندنا ما يقارب 10 جلسات منها الفكر التصميمي design thinking، التكنولوجيا للمدن الصحية والذكية، الاقتصاد الصحي والاستثمار، الصحة العامة والمجتمعية، دور التواصل الاجتماعي في الصحة اليوم، هذا السوشيال ميديا انفلونسر أو المؤثر في التواصل الاجتماعي، كيف وصل عنده مليون أو مليونين متابع وهو أيضا يبث معلومة صحية؟ طيب نتأكد أن هذه المعلومة الصحية صحيحة، ونتأكد أيضا أن هذه المعلومة لما تأثر بشكل فعال. إنزين دكتور بس عشان ما يدهمنا الوقت نبغى ناخذ من عندك أكبر قدر من المعلومات قبل المنتدى باكر. دقيقتين عندنا بس دكتور باختصار تقولنا النتائج المتوقعة للمنتدى بما أنه حدث كبير الكل إن شاء الله يترعيه وبيشارك فيه. إذا بلخصها في جملة واحدة، اكتساب رؤى قابل للتنفيذ بشأن اتجاهات دبي المستقبلية في مجال الرعاية الصحية. شو معناته؟ نحن اليوم نبغى نعرف من خلاصة المتحدثين، خلاصة الوزراء اللي جايين يتكلمون اليوم، شو الاتجاهات المستقبلية بالنسبة لإمارة دبي وبالنسبة لدولة الإمارات، وهل نقدر نطبقها اليوم؟ شيخ محمد الله يطول بعمره دائما يقول أنا أبغي الأفضل لشعبي اليوم مش بعد 20 سنة. صحيح. نحن اليوم قاعدين واقفين على هذا المنبر، منبر منتدى دبي الصحي، نستشر في المستقبل في الصحة وبإذن الله نطبقه اليوم أساس نفذ رؤى صاحب السمو الشيخ. ممتاز دكتور، نشكر لك المداخلة معنا اليوم وإن شاء الله نشوفك باكر في منتدى دبي صحي وتراوينا على الأرض الواقع تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بإضافة للمحاور الثاني للمنتدى إن شاء الله. وإن شاء الله أيضا ندعو الجمهور من المستمعين الكرام لحضور حديقة دبي الصحية التكنولوجيا اللي بتكون أيضا مصاحبة للمنتدى، وهي أيضا مو محتاجة لأي تسجيل ودعوة عامة، وبإذن الله بيشوفون أشياء جديدة ومبتكرة لأول مرة. جميل. دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وأيضا أنا بضم صوتي لصوت الدكتور إن اللي حاب يحضر هذا المنتدى هنالك هذه الحديقة اللي تحدث عنها الدكتور ستكون مفتوحة لجميع أفراد الجمهور اللي يبغي يحضر ويتعرف على التقنيات الجديدة في عالم الصحة، ممكن أنه يزورنا في فندق جراند حياة من الساعة 9 لين الساعة 4. هذا بالنسبة للحديقة. أيضا دكتورة المنتدى كمنتدى هو مخصص للعاملين في القطاع الصحي لكي يتعرفوا أكثر على آخر مستجدات عالم الطب والصحة والابتكار في هذا المجال. المنتدى التسجيل فيه مجاني، كانت هنالك أوامر من معالي حميد القطامي بأن بفتح التسجيل بشكل مجاني لجميع العاملين في هذا القطاع على أساس أن يحققون الاستفادة اللي موجودة. صحيح. أيضا هذه حضور هذا المنتدى هناك فيها ساعات معتمدة بالنسبة لهؤلاء الأطباء، يعني نستفيد من معلومة وساعات معتمدة اللي يحتاجونها الموظفين في القطاع الصحي. عموما نلقاكم إن شاء الله غدا مع حلقة جديدة في صحة وسعادة. شاكرين لك دكتورة ندى المولدة. شكرا لك محمود. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وشكرا حمد المعيوف، شكرا حمد الصفار، شكرا فريق قسم الإعلام، وإلى نلقاكم غدا، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.